من هي الكتلة الأكبر رسميا في مجلس النواب؟ أنا ما أدري بالنسبة لي، لا لازم تدري. لا اللي من أدري لأنه خلق، لأنه أنت الآن تعيد على السيد صالح. صح بس بدقيقة. لا افتهمت قصدك. خلق الدستور، خلق الدستور في قضية معينة، لا الإصلاح أخذ الكتلة الأكبر ولا البناء. اجا سائرون ويا خلي نذبها براس واحد بس بموجب القانون ما يخالف. اسمع عيني، اجوا اثنين اللي هذا من الاصلاح، سائرون من الاصلاح، والفتح من البناء، واتفقوا من اللي خرق الدستور؟ الاصلاح والبناء، كل الكتل السياسيه خرقت الدستور. تمام وزين، هذا عندنا تفسير. ما بس هذا يعني تفسير. انا مو اريد اناقش هاي القضيه، هاي حدياتها معروفه وطريقتها معروفه وناقشنا بها هواي. لذلك اكو قضيه ثانيه، المحكمة الاتحادية طرحت قضية ثانية، انه قبل اكو تفسير للمحكمة الاتحادية، الكتلة الفائزة عددا قبل تشكيل مجلس النواب، بيجي حالة من يصير سائرون. بيجي حالة شي يصير منه سائرون، اوكي، انت رئيس جمهورية، انت الان امام ثلاث خيارات موجودة بمجلس النواب وخيارات موجودة من المحكمة الاتحادية، كان عليه ان يتخذ خيارا ويمضي قدما ويقول لهم ترى اني اي مرشح يجي اذا الناس ما تقبله والجمهور ما ترى ما رشحه.